عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعا بإشراف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وناقش الاجتماع الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم لسنة 2021، وكذلك جرى تقييم عملية الإصلاح الجارية في إقليم كردستان. وأشار رئيس الحكومة إلى أن حكومة الإقليم بذلت قصارى جهودها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعيا لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب. كما تم التأكيد على الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وشدد بارزاني على ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان.